الآن إلى ملف أزمة الغذاء العالمية، حيث وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى تركيا من أجل مناقشة ملف نقل الحبوب إلى تركيا وفتح ممر تجاري لعبور القمح. ومن المتوقع أن يعقد اجتماع هذا الأسبوع بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة لمناقشة هذا الملف. وقبل ذلك قال التلفزيون الأوكراني إن القوات الروسية دمرت ثاني أكبر مجمع لتخزين الحبوب في أوكرانيا بمنطقة ميكولايف، كما أكدت أوكرانيا أنه لا يمكن حل مشكلة تصدير الحبوب إلا بإنهاء روسيا لحصارها للموانئ. وبالحديث عن حصار الموانئ، العالم بحاجة ماسة للحبوب الأوكرانية، والمجتمع الدولي يحاول إيجاد طرق للتعامل مع هذا الحصار من أجل تصدير 20 مليون طن من الحبوب من أوكرانيا وتفادي إعصار مجاعة. ولكن بعد أن اتهمت كييف روسيا بإغلاق موانئها، ما هي الطرق البديلة لتصدير الحبوب من أوكرانيا؟ قبل الحرب كانت 90% من صادرات أوكرانيا تمر عبر موانئ في البحر الأسود بحسب المنتدى الزراعي الأوكراني، وكان يتم تصديرها ما بين 5 ملايين و 6 ملايين طن من الحبوب شهريا من موانئ أوكرانيا. ولكن أوكرانيا وعدة دول تبحث الآن عن حلول للسماح لها بتصدير بضائعها عبر وسائل بديلة. واحد من تلك الأمثلة هو السكك الحديدية والشاحنات، لكن هذا البديل سيواجه عقبات لوجستية، منها أن الأمر سيستغرق وقتا أطول، إضافة أنه أكثر تكلفة وقدرته محدودة. تحدي آخر وهو وجوب تفريغ الحبوب ووضعها في قطار مختلف عندما تصل إلى حدود أوكرانيا بسبب الطريقة التي تم بها تصميم شبكة السكك الحديدية الأوكرانية. وفعلا خلال أول 3 أشهر من الحرب تم نقل نحو 5 الصادرات الشهرية العادية خارج البلاد بوسائل بديلة مثل السكك الحديدية والشاحنات وبعض موانئ الدانوب في رومانيا، وهو ما يمثل 1.2 مليون طن فقط من الحبوب وزيت عباد الشمس وجميع الصادرات الزراعية الأخرى. لكن من أجل هذه العقبات وحل هذا الأمر بشكل آخر، تحاول تركيا إجراء مفاوضات مع روسيا كما ذكرنا قبل قليل لفتح ممر عبر مضيق البوسفور لصادرات الحبوب من أوكرانيا. أمر آخر يتم النظر فيه وهو أن تصبح الموانئ الأوكرانية بخلاف أوديسا نقطة انطلاق للسفن المحملة بالحبوب الأوكرانية مثل إذن يوجني في الغرب وكرونومورسك في الشرق. لكن سواء برا أو بحرا، نقل الحبوب من أوكرانيا في أوقات الحرب لا يزال يمثل خطرا. في الأثناء حذر تقرير لمنظمة الفاو من احتمال أن يتدهور انعدام الأمن الغذائي في 20 دولة، مشيرا إلى أن الجوع قد يداهم الدول خلال الشهور 3 المقبلة. Ukraine is the world's 5th largest exporter of wheat and in the top 3 for maize, barley and sunflower seeds. Production of wheat in 2021 was approximately 40 million tons and another 50 million tons for the other 3 commodities. Before the conflict, Ukraine used to feed the world. Now they need help to feed themselves.
FAO estimates 20% of planted areas will not be harvested in July.